اقل حاجه اعرف ايش مصير ابني، يعني حي موجود مش موجود، اذا كان موجود يورونا هو ايش قضيته ويحاكموه، واذا كان مش موجود يقول والله ابنك مش موجود ويظهروا لي جثته. يعني اخذوه من هذه اللحظه ومصيره مجهول الى الان، مصيره مجهول الى الان. تم أخذ ابني تاريخ 10/3/2018 من منزلنا الساعة 6 صباحا يوم سبت من قبل قوة أمنية. إيش الموضوع؟ قال والله الموضوع يا أخي إنه في قضية نحقق فيها وذكر اسم ابنك، فشلوا الحقق ما برقعه، فأخذوه ومروا على بيت زملائه وأخذوها من نفس الطقم إلى معسكر القلاع هو وزملائه آخرين. سألت المحقق اللي معسكر القلاع قال لي عزت بخير بخير، تحول المعسكر القلاع إلى زملائه إلى معسكر إلى سجن بير أحمد. الآن زملائه الآخرين موجودين وابني من تاريخ 10/3 إلى الآن أنا مش عارف إيش مصيره. تابعنا كثير جهات ولكن ما فيش فايدة، ما حد يفيدك، مصيره مجهول إلى الآن، ما قدرش أوصل إلى المكان اللي هو فيه. يعني أخذوه من عندك وأنت ولا داري إيش يعني، ولا حد يعني ولا حد مسؤول يقول له والله شوف هذا ابنك عليه قضية كذا وكذا وكذا وكذا، وتقول والله يعني هذا جزاؤه إذا كان عمل كذا. لكن لا، شوف حالة أمه تعبانة من يومين يوم ما أخذوا إلى الآن، هناك يعني حالته لو شوف صورته يعني تعبانة تعبة جدا هناك، وأم هذه غير حالتنا إحنا، وحتى يعني مستوى الأسرة كامل أخوانه وخواته يعني خواته، وأنا قد نمشي إلا على دول الضغط هناك، لأنه هو الوحيد اللي معي هناك، هو اللي ساعدنا هو اللي. لكن واحد بيقول هذا أمر الله، خلاص الكلام يبدي أنه أنا يعني تعبت من التفكير ومن يعني الشعور بالقلق والشعور بال أنه ابني موجود وأنه ابني مش موجود. وأحيانا لما أذكر موضوع ابني في الليل يعني ما قدرت أنام من الصباح هناك، وقل هذا امر الله ايش يصلح. والله يا ابني الناس لما اشوف انا يعني لما اشوف زملائه يعني انا ما اشوف اقول حتى كنت لما اروح المحاكمه حق العيال يحاكموهم يعني بشوف زملاء وابني مش موجود، يعني اروح حتى قادر اكل اكل مش قادر اكل لهم ايش هناك. الله كريم ان شاء الله. الله اتمنى اتمنى من الله انه بس تعرف ايش مصيره بس. طبعا وصلنا خبر تقريبا عن طريق اخوه الله يرحمه، وصل لي الخبر قال لنا خالد ما عادش متواجد، اخذوه الحوثيين. كان بيشتغل باحدى شركات هايل سعيد، وخرج انهم على اساس انهم يتغدوا، وفي اثناء ما هم كانوا يتغدوا دخل مجموعه مسلحين من التابعين للحوثيين انهم على اساس انهم يطلبوا غداء، وشافوا زوجي واخذوه بالقوه من بينهم. أصحابه اللي كانوا متواجدين معه اتصلوا لأخوه على أساس أنه أخذوه، وأخوه اتصل لي. السبب الرئيسي أنهم
أخذوه على أساس إنه كان يحرض ضد الحوثيين بخطاباته، ده حتى تعرضوا له أكثر من مرة بمنطقة القحملية. زوجي كان خطيب إمام مسجد التوحيد بالقحملية، وخطب حينما كان كل تعز أو كل اليمن كانت تخطب ضد الحوثيين، وبعد كده بطل يخطب عليهم. بس قد كان في من داخل غرضة وحقد عليه. وطبعا أبوه الله يرحمه أول ما وصل الخبر بس بعده بشهر مات، ما تحملش هذا ومات. طبعا كل احنا كنا احنا تعبانين وزعلانين جدا، كل احنا ندعي ونبكي ونحاول يعني ان شاء الله، وحاول اتصل اكثر من حد انه يوصلنا له. تواصلت مع حسين كثير علشان اسال على زوجي، وتواصلت مع اللجان في لجنه المظالم التابعه لهم ولجنه الانصاف، ولا جابوا لي اي خبر، لا اني ولا غيري من اللي كانوا يبحثوا عنه. الكل اشتغل، أخوانه على أخواني على أصحابه كثير، ولحد الآن لحد الآن مشتغلون يدورهم ما لقوش. تعبانة بالموضوع هذا لأني متحملة المسؤولية، أصبحت أب وأم بسط البيت، مش قليل أنت تتحمل مسؤوليتين. وحاجات كثيرة لحد الآن يعني أعاني منها، يعني أنا أقول لو متواجد ما كنتش بيحصل لي أي حاجة. نفسي يكون معنا حكومة تدافع عن أبنائه، يعني ذم مضطهدين ما لهم لا حول ولا قوة. وأتمنى أنه فعلاً يكون عدو حي ويرجع لنا بإذن الله. أنا قلبي أكون هلو يقولي اللهم اللهم دليل على الولد، خلني اللهم أني أقول قلبي هلو هلو ورائبه، كل يوم أني رائبه إنه يروح، إنني حصله، إنني حصله يروح لو أنا اللي عندي. الله يروحه بالسلامة على أبي. كانوا كلهم زعلانين، أمه وأخوتي بزعلهم، يعني كانوا يعني يحبون حب كثير. واثق إن هنشتغل هنا بوايت ما، نعمتين وايتات. الشغل سوا هنا جمعة سوا بوايتات، نزل أنا قطع الديزل بروح ديزل من عدن ورية، ما أنا شعرية. لا أحد الآن لا سنع الماء ولا من حتى نزل يديله ديزل، نزل بالسيارة حقه يديله ديزل وسكمه هو زين أصحابه، واحد من قاعدة واحد من ذا نذكرة بعد اتصل لهم، إن اتصل لهم قبل اتصل لهم نقل لهم إحنا امتسكنا بعدين. نعم اتصل لي آخر أو متصل لي رقم واحد منك صاحبه، كان تلفونه معي، قال لي رقم محمد خالد هناك تواصل معه، قال لنا مسكونه طيب تلفونه الآن اتصل لهم غلق. يعني كان بأخبارنا كانوا يقولون هلا بالسجن هذا بالسجن ندور بالسجن بالسجن ما عاد رجع إلى الآن. وبصرنا السيارة حق بقناة الحدث نقعد فقر الشاش وصعب صعب يعفع فوقه إني مش وكا وشقين بعال معهم إلا إن كانوا قالوا حملوا ديزل، قالوا ندعم الحوت ديزل له، كانوا يقولوا إني حمل ديزل معنا ندعم الحوتة، ولا بدخل على الحوتة ولا علاقة مع اللوائف، يعني عسنا هي معلومة. كانوا يقولون هلا محبوس هنا محبوس هنا وخلاص، ما حارجوا الآن اختطفوا ما حارجوا في الآن خالص. والله إنها كانت يعني صعبة جدا 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 جدا، كانت يعني زي ما يقولوا القصمة اللي فعلا أذتنا كثير 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 كثير. الدكتور شخصية مسالمة جدا، الدكتور إنسان مدني من النوع الذي يعني من النوع الذي لا يتدخل في السلاح ولا ما هوش في هذا الوادي نهائيا. تم احتجازه في نقطة الفلج في مارب، نزلوه من الباص من الباص العام. تم احتجازه في 27 أبريل سنة 2017 اللي خلاهم يمسكوا لقبه ونسبه. الدكتور مصطفى متوكل وجدوا شخصية أمامهم متوكلية، فلقيوه صيت ثمين فقط لمجرد اسمه ونسبه. طالما نسمع الدكتور مصطفى متوكل هو حوثي، هذه كانت من التعامل الرئيسي. سافرت مارب بعد تقريبا بعد حبسة بحوالي 16 يوم أو 17 يوم على أساس أشوف إيش. أخذت معي محامية ومحامي، قلت لهم نتخذ الإجراءات القانونية، إحنا الذي نعرفها القانون، نتربينا أين الخطأ، وبالتالي يعني نلجأ للقانون جميعاً
نحتكم للقانون. هم قالوا أي قانون بتقولي عليه؟ إحنا في حالة حرب ما فيش حد اسمها قانون بالطريقة هذه. بعدين بلغونا في من الأمم المتحدة اللي هي لجنة العقوبات، قالوا لنا إنه لأن إحنا رفعنا قضية الدكتور لعندهم، قالوا إنهم تواصلوا مع أهل المأرب وقالوا إنهم سلموا للسعودي. كان أملي في هذا في حق اتفاقية السويد إنه الدكتور يخرج، كان أملي كبير جدا. كنا العائلة كلنا أنا وأولادي نسمع جرس الباب أي حين لما يدق الجرس، يمكن يكون الدكتور مصطفى عيجي. مرت الأيام أو لحظات تمر علينا ونحن في انتظار باب يدق خبر يوسف إن سيعود أو عاد. جيتمنا ووالدي على قيد الحياة في سجون الدولة، لم نعرف طعم الحناء أو لذة الحياة. كان بالنسبة لنا كان الخبر صاعقة على رؤوسنا جميعا. عام 78 أمر أحمد حسين الغشمي رئيس الجمهورية قام باتصال عند المحافظ بجمع مشايخ تعز والذهابهم كلجنة وساطة أو رسول السلام لحل الخلاف لما بين الغشمي وعبد الله عبد العالم كتجنبا لإراقة الدماء. إلا أن هناك كانت المؤامرة خبيثة ما بين علي عبد الله صالح وعبد الله عبد العالم وأحمد حسين الغشمي لغرض تصفية مشايخ تعز بشكل عام والوصول إلى الحكم. والدي الشيخ أمين حسن سلطان لم يكن من ضمن المشايخ المقتولين أو المغدور بهم، وإنما كان من ضمن المشايخ المعتقلين في سجون عدن تحت إشراف علي ناصر محمد أو دولة علي ناصر محمد. بعد منتصف الثمانينات تم تبادل الأسرى ما بين الشطر الشمالي والجنوبي، وطلوع المشايخ أو المخفيين قصراً من ضمنهم كان والدي، وبعدها تم إيداعهم في السجن. وفي نهاية الثمانينات وبداية التسعينات تم إطلاق القضاة من بيت الوزير، الوالد القاضي أحمد محمد عثمان الوزير وجماعته كانوا متواجدين أو المخفيين قصراً مع والدي في سجون الأمن السياسي في صنعاء. علمنا ذهب عمي وأخي والمشايخ الآخرين إلى عند القاضي أحمد محمد عثمان الوزير، أكد لهم تواجد بقية المشايخ المحتجزين في سجون صنعاء تحت إشراف علي عبد الله صالح وقال بالقمش، وقال لا زالوا أحياء يرزقوا. بعد التأكيد لنا استمر طالب علي عبد الله صالح، الآن على علي عبد الله صالح استمر في الكذب والمراوغة. ظل والدي مخفيا قصرا، لا نعلم لا ندري لا نعي لا نفهم أين صار مصيره. في 2012 أو 2013 تلقيت اتصالا من الأمن السياسي على أنه تم إطلاق ثلاث شخصيات اعتبارية من الأمن السياسي ووضعهم في مصلحة السجون. اذهب إلى هناك أبوك واحد منهم وروح وتأكد. رحت إلى مصلحة السجون قدمت له هناك، التقيت بالمسؤول المختص، قال هذا أجابوه عن طريق الأنتربول الدولي، لكن اذهبوا إلى عند غالب القمش وشوفوا ما هي قضيته وسيتم الإفراج عنه. والتقينا بغالب القمش وحلف اليمين أنه لا يعي ولا يعلم ولا يفهم ولا يدرك عن قضية عبد الله عبد العالم أو مشايخ تعز. بعد أن التقينا بغالب القمش بس يعني مرت الأيام والسنين إلى أن تولوا جماعة أنصار الله، ذهبت إلى الأستاذ محمد ناصر البخيتي وطرحت عليها الموضوع وسلمت له ملف متكامل على أساس أوعدنا أنه سيتم البحث أو التحري والإطلاق، إلا أن الموضوع لا يتقدم ولا يتأخر. إلى الآن لا نعرف أين صار مصير والدي ومصير المشايخ المتبقية في السجون. تعرف الاختفاء القسري ما بخفيش فرد، هو بيؤذي لأسرة كاملة، بيخليها واقفة في حقبة زمنية معينة، بيخليها في انتظار. كنا في حالة انتظار طول 48 سنة وإحنا في حالة انتظار. كنت وأنا صغيرة أظن إنه هيرجع بس ما رجعش. أبشع جريمة هي الاختفاء القسري، لأنه بيأذي العائلة، بيأذي العائلة أكثر من ما بيأذي الفرد نفسه، لأنه يخليك في انتظار إجابة
ما تجيش إجابة. ما عادكش منتظر الشخص قدر ما أنت منتظر الإجابة، موجود ولا مش موجود، حي ولا ميت. تخيل هذه الإجابة تأخذ من عمرك 40 سنة، بس عصب بس تعرف موجود ولا مش موجود. أمي بعد اختفاء الوالد ركزت أني كيف تربينا، كيف تحافظ علينا، كيف همها أن هي كانت لازم نخلص كلنا الجامعة. حسب لما يرجع بيشوفنا كل حلم الذي حلمه، وكان يحكي لها على حلمه أنه يشوف بناته، ويعني إحنا ست بنات ولد أنهم كلهم دارسين جامعة، كلهم خلصوا جامعة. لكن هذا الأمر أيضا أخذ من صحتها ومن نفسيتها، الضغوطات اللي مرت فيها. رجال ثاني رجل في الدولة يختفي ببساطة، ما حدش يعرف فين هو. ما كانش الناس حتى بعد اغتيال الحمدي ما حدش كان يستضيف تحت القضية حتى على مستوى الشارع، لأنه كان الأمين العام للمؤتمر الشعبي يوم تم تأسيس المؤتمر الشعبي العام في عهد الحمدي. لما حد فينا يسألها على أبي، أمي كانت تبدأ تتكلم، بس تبدأ مجرد أنها تتكلم تاريخ معين أو حاجة على طول تسمع الحشرجة بصوتها يختنق، تتأثر تنتفض. كنت أحس أنها بنستهلك طاقتها، بنستهلك صحتها، أن الأمر مش سهل بالنسبة لأم تقول ما نشتريها، ما نشتري فين أبوكم. هي نفسها عانت الضغوطات اللي لاقتها كأم تربي ست بنات ولد، ضغوطات الأسرة أيضا، ضغوطات المجتمع، كلها يعني كلها لعبت دور أنه أنها فعلا تتأثر. يعني أنا اللي أثر فيني أنها السنة الماضية ماتت وهي عادي، هي نفسها منتظرة الحقيقة.